تتدخل كل المجموعة وتبدأ الوليمة. إنها وجبة ستدوم لعدة أيام. الأشبال الصغار هي آخر من يأكل. في هذه العائلة عليك أن تهيمن لتبقى على قيد الحياة. لقد اختبر الأشبال طعم القتل. قريبا ستصبح هي أيضا من القتلة. أول مهمة يقوم بها أي شبل هي التدرب على حركات القاتل. الانقضاض، نصب فخ للفريسة، تجد الإناث نقطة ضعف. تتدخل كل المجموعة وتبدأ الوليمة. إنها وجبة ستدوم لعدة أيام. الأشبال الصغار هي آخر من يأكل. في هذه العائلة عليك أن تهيمن لتبقى على قيد الحياة. لقد اختبر الأشبال طعم القتل. قريبا ستصبح هي أيضا من القتلة. أول مهمة يقوم بها أي شبل هي التدرب على حركات القاتل. الانقضاض، نصب فخ للفريسة، عضة الساق لسحبها على الأرض وتثبيتها على الأرض لقتلها. هي أيضا تختبر بعضها بعضا. من الأقوى؟ من يملك ما يلزم ليكون القائد؟